يعني في الأيام الأخيرة شايفين تحرك حكومي ملحوظ لتحفيز الاقتصاد، وشايفين إنه الحكومة ومجلس النواب باجتماعات كثيرة ومطولة عشان نقدر نطلع من الوضع الصعب اللي إحنا فيه، وهذا كلياته بصب في موازنة السنة القادمة. فبعتقد إنه بعد هاي الإجراءات والاجتماعات راح يكون عندنا السنة الجاي موازنة مرتبة جدا. ولكن الموازنة للعام القادم لها حيثياتها المهمة، هناك قرارات ليست بالسهلة. هامش الحركة في الموازنة قليل. أولاً إحنا واضح إنه موازنة تقشفية، والدليل إنه حاطين عندكم أي وأنا لا، فأنتوا بتتقشفوا بالتلفزيون. حتى قبيل أن تأتينا الموازنة على الحكومة أن تتقدم بجدول زمني يحدد لنا ما هي المشاريع المطلوبة. الحكومة وهي الحكومة أعطتك مي بس إن شاء الله أنها تدخل من باب الرشوة عشان الموازنة، خاصة زي ما قال هي موازنة صعبة، موازنة تقشفية بسبب الظروف الصعبة أيضا. ولكن أيضا علينا أن ننتبه جيدا حتى ما نرفع سقف التوقعات، عشان ما يعتقدوا إخواننا المواطنين أنا بصدد إعداد موازنة بد فيها حلول سحرية ورح تحل كل المشاكل الاقتصادية الموجودة في الأردن. أبدا، الموازنة صعبة للغاية. إحنا اليوم بنتحدث عن 5.4 بالعشرة، يعني 5 مليار و400 مليون دينار رواتب مع تقاعد. بنتحدث عن خدمة الدين 1.3 مليار مليون، بنتحدث عن نفقات تشغيلية 900 مليون. كل ما يعني هذه الهوامش اللي موجودة أمامنا، فقط كل ما نستطيع أن نتحرك في هذه الهوامش بحدود 900 مليون دينار. يعني أولا بدي أكد على قضية أنه ما في حلول سحرية، مشان ما فيش حلول، لكن في يجب أن نبدأ في وضع الحلول. موازنة صعبة وما بدنا نرفع سقف التوقعات وما فيش فيها حلول سحرية، لا يعني يا جماعة الخير دبروها، يعني شوفوا لكم دولة عندها نمو كويس وغشوا منها يا عمي، انقشوا منها، نقولوها منها وطبقوها عنا هون، يعني غشوا لكم موازنة كويسة ودبروها وعملوها هون. جاينا جاينا جاينا، خطة خطة، هي خطة، فتح الصندوق بقول لك خطة، شو افتح، بتحكي عربي يا طفل، فتحته طيب في شيء، فتح شو جاكي شان برقتك يا اردن، مولر جيرماني ما انشافت اي خطه من شان الله، ما انشافت والله موازنات، احنا ماكلين هوا، اي موازنه من هون شايدن فايند سايند جاكي شان. بسم الله الرحمن الرحيم، بلعب كونغ فو، بدنا موازنه ان شاء الله يا اخوان، وقت وقت مولر، يلا الكل يسلم الورق يا شباب، يلا بس ضايل ضايل 5 دقائق بس، لو تعطيني بس 5 دقائق لاني جيت متاخر على سلم الورق يا بس، ما عشان بدي اعمل موازنه الاردن، ما فيش موازنات بالاردن، ما فيش موازنات الا